يقول: ذهبت إلى العمرة مع الأهل، وبعد العمرة سافرنا إلى مدينة جدة، وفي إحدى المحطات أعطاني أبي 50 ريالا لأشتري ما بقيمة 4 ريالات، فأعطيت المحاسب ما معي من نقود، ومع الزحمة نسي كم أعطيته وأعطاني 450 ريال، وباقي 50 ريال التي أعطيته إياها، وسكت أنا عن خطأي وأخذت المال وصرفته في مدينة جدة. وبعد مرور 4 سنوات ولله الحمد هداني الله إلى الطريق المستقيم، وأصبحت ولله الحمد مؤذن مسجد، وأنا الآن في حيرة من أمري، ماذا أفعل؟ وهل علي إثم؟ وهل أعيد النقود إلى صاحب تلك المحطة؟ مع العلم أنه بالإمكان أنه قد تغير صاحبها. أفيدوني أفادكم الله. الحمد لله الذي هداك ووفقك للتوبة، وأما المال فيجب أن ترده إلى صاحبه، وأنت تعرف المحطة التي على الطريق وأخذت هذه الدراهم منها، فتردها إلى صاحب المحطة إن كان هو صاحبها ومالكها الحمد لله، وإن كان عاملا فيها وهو موجود كذلك تعطيه وتذكره بما حصل، وإن كان تغير هذا العامل فإنك تكلم صاحب المحطة ومالك المحطة وتخبره بذلك، ترفع إليه النقود. حاصل أنه لا بد من رد النقود إلى صاحب المحطة مهما استطعت إلى ذلك سبيلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، فيما إذا وجد العامل قد تغير مكانه ولم يبقى في المحطة، أو مالك المحطة أيضا قد تغير، هل تنصحونه بشيء آخر؟ يسأل عن صاحب المحطة إذا كان تغير. نعم. يسأل من فيها أين ذهب وأين مكانه. نعم. فإذا اهتدى إليه أرسل إليه النقود. طيب. أو ذهب بها إليه. طيب. المهم أن يوصلها إليه بأي وسيلة. يوصلها إليه بأي وسيلة. طيب. فإذا لم يستطع ولم يهتدي إلى مكان صاحب النقود فإنه يتصدق بها. جميل. على نية أن الأجر لصاحبها. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.